هذه كاينه اختيارات ديال المدرب، كل واحد عطينا الفرصه ديالو. كاين بعض العياء، كاين بعض يعني عياء ذهني ديال اللاعبين، سيرتو تنشوفوا مرحله الكاس اللي دار واحد لي فور كبير وللاسف ما استطعت نتوجوا بالكاس. البطوله كما شفنا يعني جوج هزائم، يعني صعيب باش اللاعبين يرجعوا. كنت خايف اليوم من الهزيمه، ما نكذبش عليك، يعني كان الحمد لله راه نقطه ايجابيه ترجعنا بعد واحد الثقه شويه لعند العناصر، وانا متاكد ان شاء الله اللاعبين غادي يخرجوا من هذه المرحله، وتنتمنى السمساره يبعدوا من اللاعبين، لان كثر القيل والقال واللاعبين مابقاش يعني صراحه مابقاش مركزين. ولكن ان شاء الله حدث عن عروض للاعبين. السمساره للاسف يعني ولا تنشطوا كثير في هاد المهنه، تنتمنى يبعد خليوا اللاعبين يركزوا شويه، وانا متاكد ان شاء الله اللاعبين غيخرجوا من هذه المرحله ايجابيه بطبيعه الحال، لان جوج هزائم. يعني كنت خايف اليوم نخسر، يعني تخسر تقدر شتتنا كاع هذاك العمل اللي قمنا به هذه 5 مواه، ولكن الحمد لله حتى القطره ايجابيه انا تنعتبرها في ظل ان شاء الله رجوع بعض اللاعبين. تنشوفوا اللاعبين اللي كانوا غابين علينا مراحل سابقه نظرا للاصابه، الحمد لله لا معاد ولا ترخات للاسف عاوتاني معاد بلسانينا. كما شفنا بريغل عطينا الفرصه ديالو وبين ليهم كان نجم، تعتبره كان نجم لقاء في هذه المقابله، يعني الحمد لله. يعني كاين خص اللاعبين يزيدوا يجتهدوا، وان شاء الله انا واثق اللاعبين غيرجعوا للقمه ديالهم. شكرا.